وايلد كات أو القط الوحشي هو روبوت ذو أربعة أرجل يستطيع الركض بسرعة 16 ميلاً بالساعة على جميع المساحات، فهو يستطيع القفز وتجنب العراقيل باستخدام أجهزة الاستشعار. تم تطوير هذا الروبوت من قبل بوستون داينامكس بتمويل من برنامج دارا M3. تصنع شركة بوستون داينامكس روبوتات متقدمة ذات أداء رائع، فلدى هذه الروبوتات قابلية التنقل بسهولة مع خفة الحركة والسرعة.